حياكم الله مشاهدينا في فقرتنا الحوارية الثانية، وهذه الفقرة راح نتكلم فيها عن موضوع مهم وهم شريحة كبيرة من المجتمع وأفراد المجتمع، وهو القانون اللي أقر مؤخرا عن مكافحة احتكار أراضي الفضاء في دولة الكويت. والهدف من هذا القانون هي المساهمة في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وكذلك المساهمة في حل جزء من المشكلة الإسكانية اللي تتمثل بارتفاع أسعار وبالتالي تسريع وتيرة حصول المواطن على المساكن، وكذلك لهم طبعا ولأسرهم. يا عبد الرحمن، قانون مهم وكثير من الناس تداولوه في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان محط أنظار وخاصة لملاك العقار وخاصة أصحاب أيضا المكاتب العقارية. نبي نتكلم أكثر عن هذا القانون بشكل مفصل، فيسعدنا أن يكون معنا في الاستديو المهندس أيوب الصفار مستشار عقاري. صباح عليك بالخير مهندس، حياك الله معنا. يا هلا وسهلا، حياكم الله، صبحكم الله بنور السرور، امسي عليكم وعلى الاخوه المشاهدين الكرام، وشاكر لكم الاستضافه. حياك الله مستشار ايوب. هذا القانون جديد يعتبر ومن قوانين المجلس الحالي، وعليه كلام كثير حول التأييد، وايضا ممكن استفهامات مو فاهمين مثل هذا القانون او الشرح لهذا القانون، علما بانه واضح كقانون بالنشر. أنت خبير عقاري ولك يعني باع طويل في هذا المجال، مجرد ما قرأت أنه أقر هذا القانون وشفت القانون، شنو التصور اللي صار عندك؟ يعني هل نشرح حق الأخوة المشاهدين شنو هو القانون؟ طبعا القانون نزل في جريدة الكويت اليوم تاريخ 31/12/2023، وهو قانون عبارة عن فرض ضريبة على الأراضي الفضاء لمنع احتكار الأراضي فوق 1500 متر. طبعا بتقولي القانون هل هو كان شيء جديد؟ لا، كان موجود قانون رقم 8 على 2008، الفرق بينهم كان على المساحات، اذا كان 5000 متر تم تقليل المساحه الى 1500 متر. بعد ال 5000 متر كانت الضريبه او المبلغ المفروض 10 دنانير على المتر، الان صارت الضريبه تصاعديه من 10 تبدا ب 10 دنانير وتنتهي ب 100 دينار بالسنه السادسه. لا بس اوضح شغله صغيره، 1500 يعني اذا انا عندي بيت مساحته 1500 ولا مجموع عقاراتي 1500؟ نتكلم عن مجموع عقاراتك الاراضي الفضاء الغير مبنيه. يعني اليوم ما نتكلم عن بيتك، اذا عندك شاليه مبني، اذا عندك بيت ثاني بيت ثالث، ما نتكلم عنها نهائيا. نتكلم عن الاراضي الفضاء اللي يملكها الشخص الواحد باي صفه او بصفته الاعتباريه. لذلك القانون ما هو جديد، يعني تم تحديث على القانون القديم 8/2008، الحين نزل قانون جديد، تم تقليل المساحه الى 1500 متر وتم زياده الضريبه. طبعا البند الثاني اللي نحتاج نشرحه في القانون ايضا اللي هو شلون تحسب الارض فضاء، وهذا ايضا بانتظار اللائحه التنفيذيه مطرح موجود في القانون، اللي هو 50% من مساحه البناء. يعني اليوم اذا انت تملك ارض 500 متر على نسبة البنيان 210%، فلازم تبني 105% من ال 500 متر حتى ما تكون الأرض فضاء. هذا حسب فهم القانون، ننتظر لها الداخلية لهذا القانون. هذا بنسبة شرح القانون الحديث. نعم، فعشان ما تكون أرض فضاء لازم أبنيش كثر؟ 50% من مساحة البناء. من مساحة البناء، يعني أنك تصورها ما يعتبر. لا أبداً، حتى بناء نسبة قليلة على حسب فهم القانون ما راح تكون أراضي فضاء. طبعاً. نعم، وأبي وجهة نظرك أيضاً الفنية اليوم، فهل هذا القانون بوجهة نظرك راح يساهم بخفض أسعار العقار؟ وهل عندنا انخفاض اليوم بأسعار العقار؟ شوف، هذا سؤال مركب. اليوم إذا أخذنا القانون كقانون بروحه، فهو طبعا نزل قانون إضافة إلى القانون الآخر اللي هو قانون تنظيم الوكالة العقارية، القانون بروحه هو قانون مهني فني ما عليه أي شوائب أو شيء. عندنا تعليق أن القانون هذا سيحل القضية الإسكانية. طبعا كل القوانين اليوم تصدر من اللجنة الإسكانية وغيرها، كل القوانين هدفها المنشود والمعلن والواضح والصريح اللي هي المساهمة في حل القضية الإسكانية. فهل هذا القانون بروحه زين؟ بقول لك ممتاز. هل هذا القانون بروحه راح يحل القضية الإسكانية؟ لا، ما راح يحل القضية الإسكانية. القضية الإسكانية نروح ونطلع بالنقاشات وننزل ونقترح، ما تحل إلا بحل واحد فقط لا غير، اللي هو إغراق السوق بالمنتجات العقارية. إغراق السوق بالمنتجات العقارية هي اللي راح تخفض الأسعار بشكل مباشر، راح يخف الطلب على الأراضي الموجودة حاليا، راح تقل الطلبات الإسكانية. غيره يعني حلول جانبية، اللي هو اشتراك القطاع الخاص من ضمنها. يعني اذا بتقول لي انت اليوم شلون بنحل القضيه الاسكانيه، بقول لك فيها اضلاع رئيسيه، واحده منها الرهن العقاري بالصيغه الكويتيه، وكان عندنا فيديوهات وشرح مطول لهذا الموضوع شنو هي الصيغه الكويتيه، اللي هي الرهن العقاري فقط
لصاحب الطلب الاسكاني، اعطيه اداه تمويليه انه يمول على 25 سنه. اقحام المطور العقاري، اقحام القطاع الخاص في المساهمه مع الحكومه في بناء وحدات سكنيه جديده، مدن، وليس استصلاح اراضي. ما كان عندنا، انا عندي وجهه نظر، ما كان عندنا مطور عقاري في الكويت، عندنا شركات استصلحت الاراضي وباعتها اراضي. المطور هو من يقوم ببناء وحدات ويسلمها لصاحب الطلب بالكويت، لصاحب الطلب برا الكويت يسلمها لي. في تجربه خليجيه مهندس ايوب؟ يعني مثلا والله عشان ما اروح على العالميه ولا اروح العربيه، لا، موجوده على الاقل الخليجيه تكون ناجحه. تجربه الاشقاء دون استثناء موجوده في كل دول الاشقاء، موجوده اللي هو المطور العقاري ومطور ناجح، والدول الناجحه في العقار موجوده بالكويت بعد كذلك. يعني الدول الناجحه في العقار قامت على سواعد البناء القطاع الخاص. مستحيل انك انت تقوم تلبي كيو كبير طلبات عديده كحكومه منفرده، لا، انت لازم تقحم معاك القطاع الخاص وجزء، احنا ما نقول سلمها كلها. اضافه الى الضلع الثالث اللي هو استدامه بنك الائتمان، ايضا ضروري. احنا ما نبي نلغي الارض وقرض، لكن اكو استحقاق كبير، شلون نقدر نخلي في استدامه لبنك الائتمان انه يمول الناس ويكرر التمويل مره اخرى. هذا لازم نبحثه، لمتى الدوله تبي كل مره تضخ تضخ، لان الطلبات دي طبيعي. انت لما توزع 30,000 وحده سكنيه، كل واحد بياخذ 100,000 من بنك الائتمان، سواء دعم على المواد او 70 اللي هو القرض. فلذلك احنا نحتاج نبحث ايضا في استدامه بنك الائتمان. كل هذه العوامل تلعب ادوار رئيسيه في حل المشكله الرئيسيه. حل المشكله الرئيسيه بعدين نروح على الحلول الجانبيه اللي هي رفع الدعم عن الكهرباء عن البيت الثاني والثالث، الاحتكار الاراضي، قانون الاحتكار العقاري، الاحتكار الاراضي وكذلك الوكاله العقاريه، هذه كلها حلول جانبيه. خطوره الحلول الجانبيه اليوم اذا رحنا على الحل الجانبي وخلال فتره غريبه ما صعدنا الى الحل الاساسي، راح ينقلب هذا القانون ضد المواطن. تناقشنا تحت الهواء، قلت لك انا اذا اليوم ما حلينا القضيه الاسكانيه راح ينعكس على 5 سنين، راح تشتري البيت وراح يجيك التاجر يقول لك او الارض الفضاء راح يقول لك راح ابيع لك اياها وتدفع ضريبه الدوله. فاصبح صار في انهاك لزياده الكلفه. بالضبط، زياده الكلفه. وما اتصور لا ان المشرع يبي يزيد الكلفه ولا حتى الحكومه ولا حتى احد بالكويت في القضيه الاسكانيه ملتمس ويشعر بان القضيه لازم تنحل، مو العكس. عاده العقار الصحوه مالته تحتاج زمن طويل عشان نشوف التغيير الفعلي، لكن من اقر هذا القانون صار الحين 31/12 عبد الرحمن الى هذا اليوم تقريبا احنا ما دخلنا حتى ب 20 يوم يعني. لكن اغلب السوالف اللي قاعد تصير في الدواوين والمهتمين، واعتقد الكل مهتم في هذا القانون، بانه لا راح نشوف والله خلال 6 شهور مثل معلومات اللي قاعد تناقل، نشوف انخفاض لاسعار البيوت الموجوده او القسائم الموجوده، راح نشوف تعديل. وراي ثاني يقول لك لا، مو قبل 6 سنين اقل شيء، عشان والله ترى هالقانون اتى اوكله مثل ما يقولون. يعني احنا اول شيء القانون واضح في مجال 2، يعني اليوم انت في عندك تصحيح اوضاع مجال 2، والسنه الثالثه كلفتها 10 دنانير على المتر. فاذا كان في وتزيد وتزيد طبعا تصاعديين بالرابعه والخامسه والسادسه الى ان تصل 100 دينار. فاليوم الاثر ما في اثر مادي على المحتكر لمده 2، فشلون انا راح التمس الاثر بالسوق؟ هذا رقم واحد. رقم 2، عاده لما تنزل القوانين سابق لاوانها ان نقول لها والله هل هي لها اثر او ما لها اثر، ننتظر اول شيء لائحه الداخلية للقانون، نشوف نسب البناء، هل الشخص اللي كان عنده على سبيل المثال الحصر الفرز في صباح الاحمد البحريه اراضي على 1200 وغيره، فلما انا ابني لي 200 متر دار ارضي كافي على شالي، هل راح تحتسبه ارض فضاء؟ لا. هناك في مجموعه عوامل، اضافه الى هناك شق مجموعه من الاخوان القانونيين يطرحون بعدم قانونيه ويمكن يروح الى المحكمه الدستوريه. الاثر الفعلي الان في على ارض الواقع اكو رابكل كل مترقب، لذلك لما يصير شويه عزوف في عمليات البيع والشراء ينخفض طبيعي. وطبعا الحين السوق لان الودائع عاليه وغيره، ففي مثل حاله ترقب، هذا يشمل اللي يسمونه ماسكين يعني. ليه قدام؟ ليه قدام؟ ما حد يقدر يجزم انه هل يكون في قوانين متتاليه وراح يكون لهذا القانون اثر، او راح يكون له الاثر السيء بان ماكو قوانين فلذلك راح يكون يتحملك انت سعر الارض زائد الضريبه، او نسوي قانون جديد يساند هذا القانون، او قانون جديد تدارك فيه اثار الموزينه للقانون الجديد. لانك يعني انا ما اشوف انه يعني كانت في تسرع، بالعكس الاخوان باللجنه الاسكانيه
يعني هذا وقتهم 3 سنوات من 2020 يعني اكثر من 3 سنوات على اساس نطلع قانون، هذه مشكله يعني. صح. فهم اخذوا وقتهم، بس لكن احنا خلافنا معاهم بان الراي الفني يمكن ما اخذوا فيه بعين الاعتبار زايد. عندنا مشكله بتوقيت القوانين، القوانين كلها مستحقه اللي موجوده على اللجنه واللي موجوده على جدول الاعمال الاقراء، عندنا موافقين عليها وخالصين. عندنا مشكله في قضيه ترتيب الاولويات، شنو الاولى انك تقرر بالمشاكل، بالمشاكل بحل القضيه الاسلاميه. يعني طبعا كل هذه القوانين نريد نكرر هي هدفها مصلحه المواطن، مصلحه المواطن هدفها توفير مساكن، هدفها يعني التحكم بعمليه ارتفاع اسعار. صحيح. نبي نتكلم عن اليوم الحين، وارجع على السؤال الاول، هل هناك نزول للعقار في الكويت بعد هذا القانون او بعد بوادر هذا القانون نقدر نقول؟ هل من ملاحظتك وعملك في السوق اليوم شايف انه يعني صار في انخفاض ولا يعني الوتيره ثابته؟ يعني اثر القانون، اذكر اثر القانون مو واضح الى الان، تو مدته قريبه وفي حاله ترقب بانتظار اللائحه التنفيذيه وغيره. بشكل عام نعم اليوم القطاع السكني منخفض من خلال ارقام التداولات، ارقام البيع، كانت الفتره اللي طافت 3 سنوات ارتفاع يعني، وهذا وضع طبيعي ان العقار يصعد وينزل وغيره. بالنسبه يعني كم؟ لكن لقدام احنا نتكلم، هل هذا القانون راح يساهم؟ والنقطه لازم نوضحها ان كم شخص ينطبق عليه ال 1500 متر المحتكر لهذا الاراضي، وكم راح توفر لي؟ وما يعني الاراضي اللي راح توفرها كم؟ كم ارض؟ وما تمثله من الطلبات الاسكانيه؟ راح نلقى لها نسبه بسيطه جدا، نسبه اصلا بعيده عن القضيه الاسكانيه، واحنا عندنا طابور انتظار طويل 90,000 90,000 وفي جزء موزع الى الان ورقي، ففعليا اللي ما عندهم مساكن اعدادهم كبيره وقاعد تزيد الارقام. فحل المشكله هي عندك شقين فيها، حل المشاكل القديمه والبحث عن استدامه في الموضوع. يعني احنا هذه السنوات نناقش القضيه الاسكانيه، من غير المقبول ان نقعد ل 5 سنين قدام ونقول والله احنا عندنا 12,000 طلب اسكاني بالسنه شلون نحلها. لا، لازم يكون في رؤيه واضحه لاعداد طلبات الزواج وغيره وشلون احلها، ومن غير ما تتكبد الدوله تعب كلفه ماليه كبيره ولا هي قادره على الانجاز، اللي هي اقحام القطاع الخاص ومنتجات الرهن العقاري وغيرها من الامور، عشان نحل المشكله ولا يصير ان نطلع معاكم على الهواء سنه سنتين ثلاث نناقش هذه القضيه. يجب ان تطوى يعني صفحته. وفي دول يعني لو نقرا التاريخ، في دول اندونيسيا وغيرها كان عندها مشاكل في القضيه الاسكانيه واتخذوا فيها قرارات ودراسات وبحوث ووصلوا الى حل المشكله جذريا. هي مو اعجازيه، القضيه لها حل وكل مشكله لها حل. واحده من الاراء اللي سمعتها وابي اسمع وجهه نظرك كونك خبير عقاري ويعني في هذا السوق وهذا المجال منذ زمن، مهندس ايوب، انه والله ليش ما تكون هناك مدن تعطى للشركات اللي نظام بي او تي تبنيها، مدن متكامله مبنيه، بيوت مبنيه وكل شيء، ويكون خيار مو الزام لاصحاب الطلبات. هذه ممكن تساهم على الاقل في تخفيض ارقام الطلبات. واحده من الـ يعني الاراء الفنيه، تأيدها او تعليقك على مثل هذا الراي؟ أيدها وشده، وقد يعني عندي راي انها جزء كبير من حل القضيه الاسكانيه. اليوم شوي المواطنين خايفين من تجربه المطور العقاري، لكن يعني بالقادم من الايام ما في حل الا باقحام المطور العقاري، اضافه الى الدور اللي تقوم فيه المؤسسه العامه للرعايه السكنيه. فاحنا محتاجين اليوم ان نعطي الرهن العقاري حيز يمكن اللي عنده شويه فلوس ويموله لمده 25 سنه ويشيل جزء من الطلبات السكنيه. محتاجين باقحام القطاع الخاص، القطاع الخاص في هذه القضيه، واليوم قد يكون جزء من اللوم ان التجار قاعد يشترون بيوت في السكن الخاص وقاعد يحولونها عماير. بس خلينا نكون واضحين، هذه العماير اللي يسكنونها عيالنا، وبالنهايه التجار عيالنا، عيال الديره مو غرب يعني. لذلك الحكومه وايضا المشرع عليه ان يدور مصلحه، هذه عندي اياها فلسفه، مصلحه التاجر يجب ان اترجمها بطريقه تعطيني بالنهايه طلبات اسكانيه اللي هي المطور العقاري. روح وظف مئات الملايين في شركه تطوير وبني لي، لبي لي حاجه المواطن.
ما له داعي خطاب اللي هو احنا لا تجار وشيء مزين، لا بالعكس كل الدول اللي كان عندها مشكله في القضيه الاسكانيه الجزء الكبير من الحل كان هو القطاع الخاص. فلذلك القطاع الخاص عنده من الخبرات والكفاءات والدرايه والقوه ونماذج ناجحه في دول الخليج، في دول الخليج العربيه مدن جافه يعني مدن جافه. فالقطاع الخاص الى اضافه الى اذا انت مثلا القطاع الخاص راح يكون طلبك قريب ومسكنك موجود قريب، او اذا انت تقول لا انا ابي والله التقليد يعني خيارات اوسع الخيارات وسع الخيارات عشان توسع معاك الارقام. يعني اذا اليوم الحكومه تقدر تلبي 5000 وحده سكنيه، المطور العقاري راح يقدر يلبي 6-7000، الرهن العقاري يمول 500000. اذا قضينا على طابور الانتظار الطويل، حلينا المشاكل السابقه واعطتنا استدامه الى الامام في حل قضيه اسكانيه ما صار في حل قضيه اسكانيه. والله اتمنى يعني بالضبط يعني من المشرع اليوم واصحاب الاختصاص والراي ان ينظرون في هذه القضيه، اللي الحل قد يكون اليوم من خلال خبراء في مجال العقار. مهندس قبل ان اختم معاك، اللي عنده فلوس يشتري بالكويت ولا برا الكويت الحين؟ سؤال كبير هذا. سؤال كبير اللي قاب روحه. هذا السؤال احسنت يعني وش كثر الفلوس؟ يعني السوق الكويتي سوق ممتاز. يعني انا عندي تجربه في الاسواق الخارجيه وتجربه عن طريق البيع والشراء والتطوير، لكن ما راح يتكلم حق مثل سوق الكويت. متانه العقار في الكويت يعني الدلع اللي احنا فيه، نص بالمئة رسوم التسجيل، الكهرباء مدعوم، هذه كلها صراحه تكاليف مواصفات صعب انك تحصلها في اسواق خارجيه، اضافه الى متانه العقار. في الازمات الماليه ما حصلنا ان العقار الكويتي انضر ذاك الضرر الكبير، بالعكس عقار متين وقوي. لكن السؤال المستحق، ايش كثر عندك فلوس تقدر تشتري ولا لا؟ اذا عندك تشتري في سوق الكويت لا تتردد تشتري بالكويت، تالي تستثمر خارجي. مع اني ترى بالخارجي اكثر من الداخل، لكن هذه نصيحه نقولها من باب مهنيه. سوق الكويتي متين وقوي، مشكلته الشيء الوحيد ان العقار غالي. يعني الله يدوم يعني يا رب يدوم الخير يا رب ويدوم اكيد مثل ما ذكرت هذه المميزات الجميله في الكويت، ارض الخير دائما يعني الحمد لله مسهله لنا في كل امور البيع والشراء. بالضبط. ويعني نصيحتك من باب اجتماعي واكيد خوفك على ابناء الكويت وكل شخص حاب انه يستثمر، فشيء طيب ان الواحد اليوم ينصح وينصح من قلبه، وهذا شيء يمكن اليوم قل وندر خصوصا مع دخول التجار من دول برا. اي احد يبي يستثمر في سوق الكويت، وهذا مثل ما قال ايش كثر فلوسك بالضبط يعني هني ولا برا تقرر. مشكور مستشار مهندس ايوب صفار، سعدنا جدا بلقائك وحوارك في هذا اللقاء. انا سعيد جدا ومشكورين على الاستضافه، وان شاء الله نكون قدمنا معلومات زينه. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله، ولمزيد من الازدهار ان شاء الله والتوسع، وتفيدنا دائما بمثل هذه المعلومات الجميله حول العقار وسوق العقار. مشاهدينا الكرام، كل شكر ضيفنا الكريم، نروح وياكم الى فقرتنا الثانيه، وفقرتنا القادمه هي فقره توعويه لمجموعه من النصائح واللي يقدمها الفريق الاعلامي في قوه الاطفاء العام، حديث عن الارشادات التوعويه للمواطنين وكذلك المقيمين. نشوف معاكم هذه الفقره ونرجع الى حوارنا ان شاء الله.